Today's enlightening entertainment will be presented in Arabic and English with subtitles in Arabic, Olasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. منذ حوالي 2600 سنة مضت نشأت مملكة تدعى المملكة الكلدانية على الطرف الجنوبي من حوض دجلة والفرات العراق في الوقت الحاضر. تحت قيادة الملك نبوخذ نصر حقق الكلدانيون سريعا حضورا قويا في كامل منطقة الشرق الأوسط، وقد خلفت سلالة الكلدانيين أو البابليين الجدد آثارا هامة تدل على حضارتهم، وذلك في مجال العمارة، التكنولوجيا، وعلم الفلك والأدب وغيرها من المجالات. وحتى يومنا هذا ما تزال ذرية الكلدانيين تزدهر في جميع أنحاء العالم. We are descendant of Babylonians, Chaldeans of Babylon, people of Abraham, migrated to north, then spread all over Iraq. جاثمة على الطرف الأدنى من نهر الفرات، كانت بابل عاصمة الحضارة الكلدانية، وكانت واحدة من أكثر المدن روعة في العالم القديم. من خلال الطرق السريعة الممهدة والممرات المائية، أصبحت المدينة مركزاً تجارياً هاماً يعج بالتجار وببضائعهم. بحكم شهرتهم فيما يتعلق بالإنجازات المعمارية، بنى الكلدانيون مدينة بابل بأبنيتها المدهشة. إحدى تلك المعالم كانت بوابة عشتار، والمعروفة ببلاطها المزجج الأزرق الجميل والنقوش الحيوانية الغامضة عليها والمصنوعة من القرميد الأصفر. من الحيوانات الثلاثة المنقوشة على بوابة عشتار تمثل الأسود الإلهة عشتار، أما التنانين والثيران فترمز إلى القوة الحمائية. كجزء من جدران بابل كانت البوابة يوما تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. يدعى الطريق الرئيسي الطريق الموكبي، وهو يصل بوابة عشتار بذكورة سباعية الأدوار أو برج أحد المعابد. ويعتقد بأن هذه الذكورة السباعية قد تم إعادة بنائها على أطلال برج بابل الشهير المذكور في كتاب المقدس. بارتفاع يبلغ 200 مترا تم تلوين الذكورة باللون الأحمر والأزرق والبرتقالي في إشارة إلى المنازل السماوية المختلفة. المعلم الآخر الذي تم بناؤه من قبل الحضارة الكلدانية هو حدائق بابل المعلقة، والتي كانت تعتبر أيضا واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. من على ارتفاع 23 مترا فوق سطح الأرض اكتسبت الحديقة اسمها لأنها كانت تبدو كما لو أنها معلقة في السماء. وقد بنى الملك نبوخذ نصر هذه الحديقة الغناء إكراما لزوجته أميتس للتخفيف من شوقها إلى التلال والجبال في مسقط رأسها. أنواع متعددة من الشجيرات والأزهار والأشجار قد تمت زراعتها لخلق مشكات جميلة، إضافة إلى حيوانات من مختلف الأصناف. وقد تم تصوير
روح الكلدانيين من خلال تمثال أسد بابل الشهير والذي يسهم عند مدخل قصر نبوخذ نصر الجنوبي. وقد نحت هذا الأسد الحجري العملاق من البازلت كرمز للإلهة عشتار ولقوة الحضارة. القس يعقوب ياسو مؤسس مركز الثقافة الكلدانية في ديترويت الولايات المتحدة يخبرنا بخصوص كيفية إعادة بناء بابل في العراق في العصر الحديث من بقايا المباني القديمة. You are aware of Lion of Babylon. The Lion of Babylon as a statue still there in southern Iraq within the ruins of ancient Babylon. In Babylon and in Assyria in northern Iraq, Nineveh. You can see today the new walls of Nineveh and Babylon in south. يعرف الكلدانيون القدماء باختراعهم العجلة ولكن ذاع صيتهم أيضا لما قدموه من مساهمات في مجال علم الفلك. إن الذكورات العديدة المنتشرة في المدينة أمدت الكهنة بأفضل الأماكن لمراقبة النجوم والكواكب. كانوا قد اكتشفوا 5 كواكب بما في ذلك كوكب المشتري والزهرة وزحل وعطارد والمريخ. وكان الكلدانيون كذلك هم أول من وضع نظاماً لتسمية أيام الأسبوع بمقتضى هذه الأجرام. على سبيل المثال سمي الأحد ساندي على غرار الشمس سن، والاثنين ماندي على غرار القمر مون، والسبت ساتردي على غرار زحل ساترن. في الواقع لقد اخترعوا التقويم الأسبوعي. Philosophy of course naturalistic. Nature observations of the world. So they invented, as I said, the timing of the world, the eclipses, etc. The mathematics. في الواقع إن نظام التركيم الستيني والذي استخدمه الكلدانيين وضع أساساً هاماً للرياضيات الحديثة. هذا النظام العددي ما يزال مستخدماً اليوم لقياس الوقت ولحساب الدرجات في الدائرة. كما تنبأ الكلدانيون كذلك بالمستقبل من خلال التنبؤ بالتحركات السماوية، وكانوا يعتقدون بأنه وراء كل ظاهرة طبيعية هناك يد روحية إلهية. إن علم التنجيم عند الكلدانيين وطريقة التنبؤ بأحوال الطقس كانت موضع إعجاب وتم تبنيها من قبل الثقافات المجاورة. وعلم التنجيم الغربي له جذور عميقة في النظام الكلداني. Chaldeans left civilizations, art, culture, reading. If you look at your watch, who divided the time into 12, 24 units of time for the 24 hours, day and night? Who divided the days into weeks, month and year? Were the Babylonians, because they were astronomers. They invented the wheel, now center of the civilization. So most of those astrology was founded by those Chaldeans, which also means for the Persian and Romans, Chaldeans means also magicians and astronomers. So it is ancient civilization influenced the new civilization. هل كان للحضارة الكلدانية مساهمة في مجال الطب؟ Yes, they did. In fact, up today we have some use of medical, natural medical and herbs still used today, especially in southern Iraq, which is former Babylonia.
Babylon, a portion of Mesopotamia. أرجو أن تبقوا معنا على شاشة تلفزيون كبيرة المعلمين. عندما نعود سيخبرنا الأب يعقوب المزيد عن الكلدان وديانتهم في أرض العراق القديمة. حلقة اليوم والتي نتطرق فيها إلى الحضارة الكلدانية في العراق. منذ العصور القديمة أولت الثقافة الكلدانية اهتماما كبيرا للشؤون المقدسة، ففي جميع أنحاء مدينة بابل ثمة العديد من المذابح والذكورات والتي شيدت للناس لتقديم القرابين للآلهة، ويقال بأن عدد المعابد التي شيدت في حينه كانت أكثر من 1000 معبد، وكانت المعابد في الدرجة الأولى مكرسة لعبادة عشتار، مردوخ ونانمخ والمعروفة باسم السيدة العظيمة. The main god of Babylonians was Marduk. From that idea of one strongest god of the gods with the small g's, the Christians went further. The invisible god Marduk, mm-hmm. or Allah, mm-hmm. Elohim. The Hebrews transferred that, mm-hmm. That name into Elohim, which means god of gods. وفقاً للأسطورة تعرف الكلدان إلى المسيحية من خلال القديس توماس أحد حواريي يسوع المسيح المختارين، ومن ذلك لم يكن حتى عام 1445 معترف بالكلدان رسمياً من قبل الكنيسة الرومانية. واختار البابا الكلدانية كاسم للمذهب الكاثوليكي الجديد في إشارة إلى الوطن التاريخي المجيد بالإضافة إلى النبي إبراهيم. Christianity entered the Mesopotamia, land of two rivers, which is today Iraq, first century. The Christians spread all over Mesopotamia, which is Iraq, I said, and Persia. Even those Christians migrated to south, crossing the Persian Gulf to India. The history says that St. Thomas, one of the 12 apostles of Jesus, went to India, spread the Christianity of Iraqi liturgies and traditions in southern India, called province of Kerala. Mm-hmm. Now we have about 10 million Chaldean of India, Catholics, using the same tradition, same liturgy, same books of the Chaldean Catholics in Mesopotamia, in Iraq, and all over the world. منذ عام 1889 بدأ بعض الكلدان بالهجرة إلى الولايات المتحدة، حيث استقر معظمهم في مطرانية ديترويت، وذلك يعود لأسباب دينية واقتصادية، وهم يتكلمون الإنجليزية والعربية والكلدانية والآرامية المحلية، وهي اللغة التي كان يتكلم بها السيد المسيح. على مر السنين ظل الكلدان في أمريكا أوفياء لتراثهم الثقافي ومعتقدهم الكاثوليكي مثلما فعل الكلدان في العراق. Folklore is beautiful up to date. If you go to Christian villages in northern Iraq, now those Chaldeans migrated to north. The Christians kept and still using those traditions, that folklore even today, and is practiced and used here in this country. In the United States. في عام 1947 تم تأسيس أم الرب في ديترويت، وهي
أول كنيسة كلدانية في الولايات المتحدة، وقد تم تعيين الأب يعقوب ياسو لخدمة الكنيسة كالراعي الرابع لأبرشية أم الرب. I was born in northern Iraq, in the city of ancient Nineveh, today called Tel Kef, a city in the province of Nineveh, near Mosul. I finished my high school in Iraq. I was sent to Rome for higher education, ecclesiastical education, and I finished with a master's degree in philosophy and theology. Then I was back to Iraq for 3 years. عمل الأب يعقوب ياسو كمدرس في مدرسة في الموصل، ومن ثم أصبح رئيس معهد بغداد لإعداد رجال الدين. هناك كان أيضا يدرس تاريخ الكنيسة الكاثوليكية والفلسفة. After 2 years, Archbishop of Baghdad sent me to Detroit to serve the growing community in Detroit in 1964. So I came to this country and I start working. God gave me extraordinary energy to do something others before me didn't accomplish. نظرا لأن الرعاية كانوا في ازدياد مستمر، قام الأب ياسو بتشييد أبرشية القلب الأقدس في ديترويت، وأضاف في وقت لاحق مركز الثقافة الكلدانية، حيث يعرض هذا المركز للتاريخ والفن والتقاليد الاستثنائية للكلدان، كما يضم تجمع أبرشية القلب الأقدس آشوريين، وهي مجموعة عرقية تتشارك في نفس الجذور مع الكلدانيين. We are basically Christian Catholics. We have a portion of this church also non-Catholic called Orthodox, named themselves as Assyrians. The Assyrian people lived in northern Iraq. The Chaldeans in south Iraq. So we are same tradition, same language, same liturgy. وأخيراً يرغب القس يعقوب ياسو بتشجيع جميع الكلدان في جميع أنحاء العالم ليشعروا بالافتخار بهويتهم ويحافظوا على إيمانهم الراسخ بدينهم. Keep your culture. Believe in God that one day you will be risen with your faith and try to keep your identity as Chaldeans anywhere and all over the world. Now we are spread, I can say, all over the world. In US, in Australia, in Europe, all over you find Chaldeans. First thing they start with the church, because the church gather those Chaldeans around. Mm-hmm. Same thing do the Assyrians. Okay. Father Yasso, thank you so much. God bless. Thank you very much. Thank you. تقديرنا للأب يعقوب ياسو لمشاطرته إيانا الإرث الرائع والمثير للإعجاب لدى الكلدان. عسى أن تكون الثقافة المشرقة للكلدان والعراق مصدر تقدير في جميع أنحاء العالم للعديد من الأجيال القادمة. أشكر المشاهدين الأعزاء لانضمامهم إلينا اليوم. أرجو أن تبقوا معنا على شاشة تلفزيون كبيرة المعلمين لمتابعة برنامج كلمات من الحكمة، والذي يأتيكم بعد الأخبار الجديرة بالذكر. عسى أن تشركوا أيامكم بالنور والحب الإلهي. Thank you, cherished viewers, for your company today. Please stay tuned to Supreme Master Television for Words of Wisdom coming up after noteworthy news. May your days be brightened by divine love and light. For more details,
please visit www.suprememastertv.com/EE.